Mein Cluny. واش الدراري معكم فان رايدر على فيديو جديد. نتمنى تكونوا مزيان، نتمنى كلشي يكون لاباس. مرحبا بكم في فيديو جديده، فيديو اللي بزاف منكم طلبوه مني وهو تيست رايد ديال اكس تي اكس 660. ف بزاف ديال الناس ديجا دايرين هذا الفيديو، قلت علاش لا حنا نتزادوا عليهم. ف غادي بشويه لانه كاين الريح وما مركبش الميكرو دونك ما غاديش تسمعوني، فغادي نحاول نغوت او شي بشويه. فالدراري قبل ما نبداو التيست رايد كملوا الفيديو حتى الاخر، لانه في الاخر الفيديو غادي يدير واحد المسابقه اللي غادي تعجبكم بزاف انا اكيد. ف الدراري ما تكيديوش، بقاو حتى الاخر باش تشاركوا معنا في المسابقه. فخليكم مع الفيديو تشاو. فقبل ما نبداو نعطيو لي كاركتيريستيك ديال الموتور وما الى اخره، خصكم تعرفوا بانني انا كنمشي بزاف موتور في المدينه، واللي كيقول المدينه كيقول الطوموبيلات، واللي كيقول الطوموبيلات كيقول السحام، واللي كيقول السحام كيقول زيد وقف. المهم لا نطول عليكم السخونيه. فاول حاجه خلاتني نبدل من الاف زد 6 4 سيلندر ما الى اخره 600 اكسيتيرا المونو سيلندر هي السخونيه. اف زد 6 كانت عندي كتسخن بزاف، ما كانش فيها مشكل، ولكن كانت كتسخن بحال اي موتور كبير. فا اكس تي اكس الحمد لله ما كتسخنش، فهذا هو كان اول عامل خلاني نبدل من 4 سيلندر مونو سيلندر او سورتو من رودستر للسوبر مود. فهذا اول عامل الدراري. فثاني نقطة هي بوزيسيون كوندويت، عندنا اكس تي اكس سوبر مود فوسط المدينة هي احسن حاجة، فكنقدر نمشي ما بين الطوموبيلات ما كاينش شي مشكل، ما كنلوحاش في السحام بلا ما ندوي على التريطوارات وما الى اخره، داكشي اللي غير قانوني راكم عارفينو. فاكس تي اكس راه ديال داكشي ديال التريطوارات ديال التنقاص ديال التسلق ديال الكابر. اذا ثاني حاجة هي بوزيسيون كوندويت الدراري. ثالث نقطة هي الكونسوماسيون. ف الاكس تي عنده واحد ريزيرفوار ديال 15 ايترو وواحد لوطونومي ديال تقريبا 230 كيلومتر، فلا كونسوماسيون ديالها كتعادل ما بين 6 و 7.4 اوسون، فكونسوماسيون زوينه، ولكن كتبقى سا ديبون على حسب لا كوندويت ديال اي واحد. فالسوغان ديالي انا ماشي هو ديالك انت، تقدر تكسيري في المدينه انا نقدر نمشي بشويه ما الى اخره، ولكن اللي خصكم تعرفوه هو ان لوطونومي ديال الاكس تي زوينه. فانا كنت درت بلان 125 درهم على ما اظن، ضرب لي 240 كيلومتر تقريبا وسط المدينه. حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي باغيين ياخذوا اكس تي، الا ما كانش فيكم على الاقل واحد 1.75 متر بلا ما تزعموا عليها، باسكو موتور عالي وخصك تكون شويه طويل باش تحط رجليك. فانا فيها 1.84 وكيبقى القدم ديالي مهزوز شويه كيف ما كتلاحظوا. الا كان شي واحد قصير باغي يشريها خصو يدير في بالو ان وقت ما غيبغي يوقف خصو يمشي يجي شي تريطوار باش يلاه يكالي رجلو، لان موتور فريمون عاليه مؤمر ليا يلاه يعطيك رسول الله. ف هادشي اللي كاين. فكيف ما كتعرفوا كاملين الموتور ديال الاكس تي مونو سيلندر، دونك سيلندر واحد 4 سوباب، عندنا 5 ديال لي فيتيس. ف كيف ما كتعرفوا واحد لتحت وكلشي الفوق بالنسبه للناس اللي ما عارفينش. فعندنا السيلندر ديالها 659 سنتيمتر مكعب. ف اللي خصكم تعرفوه هو انه نفس الموتور اللي كاين في الاكس تي هو اللي كاين في الرابتور 600، ما مبدل فيه والو. موتور كيجلس موتور كيجلس حد موتور، هادشي خصكم تعرفوه. ف عندنا محرك كيولد 47.6 ديال الخيل ديال العودان، الاروندي هو 48. ف فوالا عندنا ريفرواديسمون ا او بيان سور، عندنا فريفيرا صغيره، ولكن رغم ذلك ما كتستعملهاش حيت الموتور ما كيسخنش الحمد لله، ما تعينوناش قولوا تبارك الله. كيما قلت لكم وسط السحام ما كاينش المشكل. الموتور كيوزن 173 كيلو ولكن ما كتحسوش بها، مقارنه مع الاف زد 6 كانت فيها تقريبا واحد 200 كيلو، فكنت كتحس انك سايق موتور، وحتى الا مشيتي في لوطوروت راك فهمتي راك سايق موتور. اكس تي خفيفه دونك زوينه في الدوراج كدور عادي نورمال ترونكيل، طوطال ما كتحسوش بهم كاع لان الموتور مهزوز على الارض بزاف. ماشي شي بوان نيجاتيف الفريناج، الفريناج اللي كلشي عارف في الاكس تي عيان، ماشي عيان ولكن ناقص بزاف، لانه بالنسبه للبو ديال الموتور ولا بيسونس ديال الموتور والسرعه اللي يقدر يوصل لها الموتور، فريناج عندنا عيان، لان ما عندناش دوبل ديسك وما عندناش ابي اس، ولكن عندنا ديسك واحد سونز ابي اس قدام اللور، دونك سي باري.
دونك الاكس تي تحبسات في 2014 دونك واخا نديرو بريا ياماها باش نقولو لهم يصلحوا الكاليتي د فريناج ديال الاكس تي ما يمكنش. تقول لي علاش؟ نقول لكم انه ما بقاش كتخرج تو سامبلومون. دونك هذا هو اول بوان، ماشي اول ولكن كاين جوج ديال لي بوان نيجاتيف اللي ما عجبنيش اللي قلت لكم كاليتي د فريناج. وثاني حاجه الكونتور، الكونتور عندك السخونيه، عندك الان، عندك الفار، هذا ما الى اخره، ولكن ما عندكش لاجونج ديال الزيت، دونك ما كتعرفش امتاش خصك دير الزيت. لاجونج ديال ليسونس، ما عندناش جونج ديال ليسونس كتوريك النيفو ديال ليسونس، ولكن كتشعل هاد البوطونه، وهاد البوطونه الناس اللي ما عارفينش شنو كتعني. اون فوا كتشعل هاد البوطونه هنايا الكونتور كيولي ازيرو، كيعني كتعني ان خصك دير ليسونس ومازال لك اوتونومي ديال 50 كيلومتر. دونك بالنسبة للناس اللي ما عندهمش اكس تي او ما عارفينش، انا قلت لكم زيدوا المعلومة عندكم تقدر تفيد. داك المونو كيخلي ان الموتور كيمشي كيولد واحد الطاقة اللي هي زعما خيالية، خيالية جدا. ثالث نقطة خايبة هما لي بلو، لي بلو ديال اكس تي ماشي تشوف بليس ولكن شومبرير الخوتي، فحالك فحال صحاب البيكالات. فإلا بغيتي تصوب البلو خصك تحيدوه، خصك تبدل شومبرير وخصك تصوبو، فهادي تاهي نقطة خايبة. ولكن تقدر تقاد في بليس كيتصاوب، قال لي واحد الدري كو دي بوزيتيف. ثلاثة ديال النقط نيجاتيف، نيجاتيف ناري مشكلة مع نيجاتيف، نيجاتيف مع نقطة، نقطة فيمينا ولكن ان بوان سي ماسكولان، دونك كان يمكن نوخ شوية. كاليتي دفريناج عندنا لاجوج ديال ليسونس ديال الزيت، وعندنا لي بنو، لي بنو لي هما ماشي في بليس. فرغم الاوتونومي ديالها زوينه كلاجونس ديسونس كتشعل فريكامون، يعني ديما، يعني بزاف ما عرفتش علاش، ولكن غادي تمرض لكم ريوسكم. كاين شي ماتش اليوم، اليوم السبت حقا وغدا الحد. اوكي صافي الدورات متحاولوش تنعسو موطور بزاف، لانكم غادي تسلقو احسن صدقه في العالم. هانت كلوني فهاد الدراري، علاش قلت لكم بقاو حتى الاخر ديال الفيديو؟ لانه كاينه مسابقه. مسابقه شنو هي؟ غادي تكتبوا ليا لي بسودو ديالكم انستغرام، الانستغرامات ديالكم كاملين دراري دريات في لي كومونتير ديال الفيديو. غادي ندير قرعه من بعد سيمانه، وحده ولا واحد فيكم اللي غادي تختار، غادي نجي عنده حتى للدار وغادي نصوروا فيديو وغادي نعلمو يصوب. فالناس اللي غادي يشاركوا من الافضل تكونوا ما كتعرفوش السوق موتور مانويل. بالنسبه للناس اللي كيعرفوا يسوقوا خليوا الفرصه للناس اللي ما كيعرفوش يسوقوا. ف نبغيكم كاملين تشاركوا في هذه المسابقه، الناس ديال كازا الله يخليكم، الناس ديال كازا لانني ما نقدرش ندي بلاصه حاليا. فالناس ديال كازا نبغيكم دراري ودريات كاملين تشاركوا في هذه المسابقه. كتبوا البسودو ديالكم انستغرام لتحت في لي كومونتير، اللي غادي تختار ولا اللي غادي تختار فيكم غادي نجي ندوي معاه في انستغرام ديالها، وغادي نديروا قتائم شنو نصوروا الفيديو. ف يلا الدراري نتمنى تيست رايد ديال اليوم يكون عجبكم، يكون ما طولش عليكم بزاف. ف الى الفيديو المقبل، تشاو.